السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الكثير من المواقف تحكي شجاعة الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول هذه المواقف عندما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى المدينة المنورة، فقد آتى رسول صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وطلب منه أن ينام في فراشه حتى يخرج هو ويقابل صاحبه أبي بكر رضي الله عنه ويتجها معا إلى المدينة. فهذا الموقف يحكي أروع آيات البطولة والشجاعة على مر التاريخ، فقد تحمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخطر الكبير، فمن الممكن أن ينقض عليه الكفار ويحسبون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقضون عليه بضربة رجل واحد، لكنه لم يخف بل كان قلبه مليئا بالشجاعة والإيمان رضي الله عنه. كانت شجاعة علي رضي الله عنه معروفة في المعارك والغزوات، حيث خاض رضي الله عنه 84 غزوة ومعركة، ولكل غزوة من هذه الغزوات قصة ورواية، ونذكر منها غزوة بدر، حيث كان عدد القتلى الكفار حينها 70 قتيلا، ويذكر أن علي رضي الله عنه قتل منهم 35، أي أنه قام بقتل نصف القتلى المشتركين في هذه المعركة. أحد قام رضي الله عنه بقتل جميع من حملوا اللواء من جيش الكفار، فكلما مات أحد حاملي اللواء وأتى الآخر يقضي عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن شجاعته رضي الله عنه كان جسده مليئا بالجروح، فقد وصل عدد الجروح التي أصابت علي رضي الله عنه إلى 64 جرحا، حتى إنه حمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان غارقا في دمائه، وكانت هذه الجروح علامة بارزة تدل على مدى الشجاعة وقوة الإيمان التي كان يتحلى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما إنه كان يكبر مع كل مشرك يقوم بقتله في أي معركة، وفي أحد المعارك ضد جيش الكفار يذكر أنه سمع له 500 تكبيرة، فلم يكن للخوف طريقا للإمام علي، بل كان يتجه بكل قوة وحزم
إلى المعركة وقلبه مليء بالإيمان والتقوى وحب الله عز وجل. وأيضا قتاله في غزوة الخندق عندما اقتحم خيل المشركين ثغرة في الخندق، برز عمرو بن عبد ود وطلب المبارزة، فقام علي رضي الله عنه بعد استئذانه من الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقد كان عمرو بن ود مشهور بقوته وشجاعته في أرض المعركة، حتى أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه سيفه ذا الغفار، فلقب من حينها به رضي الله عنه، فأصبح يعرف بعلي ذي الغفار، فالتحما في القتال وقد شج رأس علي رضي الله عنه، ثم غافله علي وسارعه فضربه على حبل عاتقه حتى خر صريعا. فلما رأى المشركون أنه قد قتل علي بن أبي طالب عمرو اقتحموا بخيلهم الثغر منهزمين هاربين. غزوة بدر، فكان الصحابي الجليل علي من أبرز المقاتلين في غزوة بدر، فكان من الثلاثة الذين بدأوا المبارزة في المعركة، وقد أبلى بلاء شديدا، فبارز الوليد بن عتبة بن ربيعة وقتله. وشجاعته في عهد الخلفاء الراشدين أيضا، كان لعلي بن أبي طالب العديد من المواقف المشرفة في عهد خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان له الدور الكبير في مساندتهم في الوقوف والتصدي لأعداء الإسلام، فقد استخدمه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنهما في التصدي للمرتدين، فشارك معه في حروب الردة، فجعله على أحد الجيوش التي وقفت على منافذ المدينة لتمنع المرتدين من دخولها، فجعل على منافذها كلا من علي والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. إلى الآن نصل إلى نهاية هذا الموضوع، إلى موضوع آخر ومع قصة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.